اليوم احنا يا جيناهم يعني باعتراف بالحسب والنسب. بالحسب والنسب. ان شاء الله ان شاء الله تكونوا لي فعل خير يعني وعام جديد، ونقول لهم قسم قاس يعني مسبقا، لانه ان شاء الله غدوه يعني داخلين على يناير. انا فكرت يعني قلت ندير لهم شويه اطباق ممكن يحضروها الغدوه، يعني وشنو اللي ما فكرت ندير حاجه حوايج حلوين يعني نديرهم في كل بيت جزائري، ولا يعني ان شاء الله تدخل الفرحه ان شاء الله. نعم اليوم فكرت فيهم، راح ندير لهم يعني ثلاث حوايج، اللي هو راح ندير لهم رفيس تاع الكسله ورفيس تاع الفتات، معروف معروف وشنو قلنا تختلف من منطقه لمنطقه ومن بيت لبيت، تختلف هذا يعني الاكله هذه معروفه. قلنا كاين يديروها بالفتات هذه، كاين يديرها فتات هكذاك عادي ويسقيه، قلنا بالصوص هذه اللي ما عرفتهاش السيده اللي نقول لها هذه لاصوص مخدومه بالتمر ومخدومه بالهرماس. الهرماس اللي معروف، الهرماس معروف يعني يتباع في المحلات هذوك اللي يبيعوا الاعشاب، هو يجي مشمش مجفف هذاك، يعني اللي يطيح من الشجره هذاك يجمعوه يجفوه وهذاك ويخبوه لاوقات كيما هذو، يديروا به الحوايج كيما هذو. يعني نعم هذا وشنو كيفاش نديروه، يعني طريقه سهله انا درته مسبقا، لانه هو دير شويه لازم يحطوه في الماء، اول شيء يغسلوه يحطوه في الماء يسمو يترقد شويه في الماء هذاك، ومن بعد يطيبوه مباشره حتى يدوب يولي جور عصيده هكذا، ويتخلط معاه التمر اللي هو ماشي تمر هذا الحب، يعني هو الغرس. نعم مع الغرس يتخلط، ينحيو العظام هذوك يرميوهم. بون كاين ميم الهرماس كاين يجي بدون نوى، يعني كاين اللي فيه العظم، كاين اللي فيه العظم كاين ما فيهش، هذاك الاخر نحطوه تكوتي، هذا راح نسقوا به يعني الرفيس هذا تاعنا. بون كاين يعيطوا قلنا رفيس الزيراوي، كاين يعيط له رفيس تاع الفتات، كاين يعيط له رفيس الفطير، كاين اللي يعيط له مثلا كيما في الجنوب يعني في بسكرا، هذول يعيطوا له زرير هذا تاني معروف. وشنو يديروه بالفتات هذاك، يطيبوه في الطاجين اول، ومن بعد يحكموا يخلوه هي بس كي بس يبداو يسوي شغل يسكرفجو. نعم يسكرفجو ويديروا به هذا الزرير هذا، يعني معروف منطقه لمنطقه تختلف يعني الاطباق كيفاش طريقه التحضير تاعو يعني. ولا راح نوري لهم طريقه اللي ما سهله جدا ويقدروا يروحوا يخدموها في هذا يناير. وهذه هنا راح نديروا خبزه اللي هي كما احنا نعرفوا احنا مشوشه، هذه المشوشه نعرفوها كل واحد كيفاش يعني تختلف من بيت لبيت، يعني انا راح نوري لهم اليوم طريقه سهله ومجربه وان شاء الله تعجبهم، اللي هو المقادير تاعها سهله جدا وبمقادير مضبوطه كما يقولوا. هنايا راح نحسبوا 7 7 7 اللي هو كي تسقسيني تقول لي 7 وشنو 7 7 7 7 بهارات ولا 7 خضار مثلا في يناير بزاف يديروا مثلا كيما يديروا هذاك يعني 7 يسوفار معروف في بلد القبائل، يعني معروف بزاف هذا الطبق، يعني بالكسكس يديروا 7 يسوفار اللي هو 7 حبوب 7 خضار بقوليات بقوليات 7 خضار ثاني نقدروا نديروا عادي. هنا اليوم انا فضلت ان ندير لهم هذه المشوشه بسبعه سبعه سبعه سبعه، هي مكون ثلاث مكونات فيهم سبعه سبعه سبعه، مثلا كيما هنايا عندي 7 مغارف تاع سميد، عندي هنايا 7 مغارف تاع زيت، عندي هنايا 7 حبات بيض. يعني سبعه سبعه هذوما المقادير راح نديروا بهم هذيك الحبوله، يعني سهله جدا. وهنا وهذا الطبق شحال يتناولوا من شخص 7 اشخاص؟ يقدروا يستعدوا له 7 قسموا على 7 احنا رانا هنا خلاص نديروا 7 في 2 هذا هو. وهنايا عندنا اللي راح نديروا بهم الفتات، عندنا واش عندنا؟ عندنا هنايا السمول هذا سميد باين، والملح هذا الرقيق ولا المتوسط؟ هذا الدقيق، هذا الدقيق الرقيق، هي اللي شوف الا كان نديروا الفتات نديروا الفتات نديروا لازم الرقيق فا، واذا كان درنا مثلا درنا الكسره نديروه بالمتوسط، لانه الكسره بالمتوسط متوسط بس علاش نخبزوها خبزه كيما بون. كاين امور انا نقدر نعطيكم هكذا تعرفوهم، ما كاينش دوك السيدين اللي ما تعرفش تخبز مثلا كسره معروفه يعني حتى فيها ثلاث مو لا 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 ان شاء الله يعرفوا علاش لا لا ما كاينش. كاين مبتدئات لاول مره هذه اللي تشوف فينا، انت اول مره دخلتي في الكوزينه باينه بصح معليش بصح منين نبداها؟ منين نبداها؟ سهله، تبدا عندك السميد وعندك الماء وعندك الملح، هذه لاباس تاع الكسره معروفه، خلطهم مليح وديرها عجينه، تخلطهم دير عجينه وتخليها ترتاح شويه، احسن شيء كل حاجه لازم لها راحه ريح. يعني تخليها ترتاح ومن بعد نفاصونيو والخبزه تاعنا ونديروها. ما الا ما قدرتيش مثلا ديري خبزه كامله مدوره تقدري تقطعيها شغل براج ونطيبوها دي موكسو، لانه راح نعاودوا نفتوا هذاك الكسره هذيك راح نكسروها من بعد نكسروها كي نكسروها ونجوزوها في السيار، مثلا هذاك اللي يطيح الرقيق ويطيح الخشين معروف السيار كما نقولوا حنا نقولوا الخراج، نقولوا انا ما نعرفش بزاف هذه الامور بصح الانسان يعرفهم اكثر مني يعني في الحوايج هذو. يخليو الرقيق هذاك نعزلوه كوتي والخشين نحطوه، ما ادوش نديروا نحكموا فيه جفنا هكذا بالهاد لاصوص هذه، نبداو نلوزوا الرفيس تاعنا،
يعني الرقيق هذا كما نقولوا حنا كما نفتلوا طعام في النساء يفتلوا طعام يديروا بالرقيق باش يلوزوا، هذه نفس الطريقه يعني نحكموا الخشين هذاك نحطوه دكوتي والرقيق دكوتي ونبداو نلوزوا بالرقيق، نبداو شاك فوا نديروا لاصوص ونبداو بيدينا هكذا نمشيو نرونو ما نزيد له ني زبده ني والو ما نزيدوا له والو على اخير وشنو من بعد قبل كي نفتوه انا نعاودو نفوروه كسله كي نطيبوا الكسله السيده دوك باش يفهم لها هذه المبتدئه اللي تشوف فينا مثلا كي تخف الكسله تاعك وتحط طيب لك توجديها هي دو بريفيرونس هي سخونه هكذاك شغل تفتيها كي نفتوها نحكموها نفتوها بيا نفوروها هكذا نفوروها وبعد نعاودو كي نخرجوها نلوزوها ثاني ونزيدو نفوروها اون دوزيام فوا كي نفوروها نخرجوها ندهنوها بشويه زبده ونديروا لها هذا المعجون اللي قلنا عليه فيها الزبده فيها زبده حاجه قليله ماشي بزاف نعم ونروحوا للرقاق هذاك اللي معروف قلنا نديروه بسميد رقيق سميد رقيق واللي مبتدئه دير دو بريفيرونس كي مثلا زوج كيلات سميد دير كيله فارينه تساعدها هذه تساعدها في التكسال تاع العجين يعني العجين والعجينه تاع الطريه وكاين ثاني اسيوس يعني مليحه كي نعجنوا العجينه تاعنا نحكموا دي بريفيرونس نديروها في كيس بلاستيكي ونحطوها في الثلاجه هي مليح الاحسن شيء تحط في مكان بارد لانه كان نحطوها في مكان سخون تنطلق بزاف ما نقدروش نتحكموا فيها خلوها في الثلاجه ترتاح حوالي ساعه زوج سوايع ثلاثه تقدر ليله كامله عادي جدا العجينه ماشي تخسر لنا ونجبدوها نقرصوا قرصات صغار كما راح نديروا يعني السفنج ولا كما نقرصوهم هكا صغيره صغار ونبداو نكسلو غير بشويه نبداو فاش تبدا نبدا المساعده ما جابتليش الملح الملح والماء اذا كان حبيتي نعم حنا نزيدو ندرب شويه مع المشاهدين ونطوندو دونك هذا الطبق الاول راح دير لنا جوج طرق لا هذو زوج طرق زوج طرق هنا اللي قلنا نديرو الرقاق ونديرو نديرو الكسره العاديه اوكي نديروها في اي بيت يعني وشنو قلنا كسرة تختلف كي نروحو نديرو كسرة مثلا فطير هكذا نديرو لها الزيت نديرو لها زيت تجي نحب تجي مبسة ولا كان مثلا سيدة عندها خدامة مثلا وحبت تحضر كسرة كيما هذه قول لي كيما الكسرة اللي يديروا بها الزفيطي لا تاع الزفيطي غير هذه لا هذه تختلف نعم لأنه تاع الزفيطي فيها الماء والملح والسميد ويجمعوها ومطيب تاعها ما يكونش طيب يعني كيما اللي باين يجي طيب على قانيه كيما يقولوا نطيبوها ليسونسيال تشد روحها تاع الزفيطي وهذه تاع الزفيطي ثاني نفتوها عشوائي في المهرز هو يخدم خدمته يعني في المهرز نعم سينو الا كان هذه لا هذه لازم نروحوا تقريبا نخدموها كي شخشوخة الضفر عرفتي كيفاش كنفتوها تكون رقيقه ونديروا بها ذكر جيم نعم حسين يعطيك الصحه واش نزيد لك واش خصك شكرا نعيمه واش خصك خلاص هذا واش هذا شي هذا بكا نروحوا نسبقوا في الكسره دوكا باش ما نروح نقضي نشري برا ولا مازال عندنا كلش نديروا هنايا شويه ملح لازم الملح في العجين انا نخلطه مليح نحكموا الماء تاعنا ما يكون دافي ولا ما يهمش عادي الماء مش مشكل كيما جات الماء عادي مش مشكل نديروا بون الماء هكذا تدريجيا ونبدا نعجنوا حتى العجينه تاعنا تتماسك وكاين سميد ثاني يختلف السميد كاين سميد اللي يشرب كاين اللي ما يشربش هذا يشرب هذا مليح هذا رايح سي هذا يشرب ومام اللون تاعو شباب شفتوه صح هذا السمول هذا داير وكاين اطباق ثاني كاين مثلا اللي عنده سميد تاع القمح مثلا يقدر يدير به تاع الشعير كما نقولوا حنا نديروا به بصح ماشي بهذا الرفيس هذا الرفيس لا ما نديروش بهذا خرجنا محمد لامين جنادي مازال ما شفنا والو واش قلت لي مقبل شفنا والو مازال اذا هذا هو فاروق مشاهدينا كل مره نقول لكم واحد من الفريق التقني ما يفتش شو المخرج محمد لامين جنادي اليوم راك تشوف في فاروق ما تعطيش بظهرك فاروق ما نعطيش بظهرنا فاروق حشم فاروق هذا هو فاروق تحية كبيرة لكامل شبابنا فريق تقني رائع عندنا ما شاء الله عليهم كلهم متمكنين راهي تشوف فينا دوك هذيك المبتدئه راهي تشوف فينا تشوف مبتدئه هاي العجينه تم هيديك واجده يعني ماشي حال ما دومونديش كمنا فيها ثلاث مكونات هذه العجينه اللي راح نديروا بها قلنا الفطير واللي نديروا بها قلنا الرقاق نديروا لك المبتدئه دير زوج كيلات قلنا سميد رقيق يعني رقيق جدا وفا ونديروا معاه كيله فارينه يعني في زوج كيلات نديروا كيله ونخلطوهم مع بعضهم كما قلنا ونخلوا العجينه ترتاح الاحسن شيء
العجينه ما نخلوهاش ما تكونش مطلوقه، تكون شاده روحها، نديروها نديرو بها الرقاق. واش هو الشيء اللي يخليها شاده روحها؟ خليها شاده روحها بالماء، نديرو تدريجيا ما كثرش الماء. نعم كيما دوك هذه، دوك شوف هذيك كانت تبان لك مطلوقه صح، دوك شويه دوك تشوفها تولي دير، لانه يعني نعرف السميد يشرب الماء صح صح، السميد يشرب الماء، دوك تولي تشد روحها بيها وتساعدني مام في الخدمه. ها هذوك راه شوف كيفاش راهي بدات تشد في روحها. وكذا تخدمها في طيره، هذه نديروها في طيره، هذه كسره نديروها كسره، ومن بعد نطيبوها في الطاجين. ما في طاجين ولا في مقله ينفوال هكذا تاع الكلاب تكون شنو خشينه شويه، والنار ما نقووش النار، دائما النار تكون قليله. نبيكيوها بفرشيطه هكذا باش تدخلها طياب في الوسط. كي طيب لنا غير هكذاك سخونه نبداو نحكموها، نفتوها بيدينا ولا نديروها في طرشونه باش نفيتيو باش ما تحرقوش، ولا نديرو داخل طرشونه ونغلقوا عليها، وداخل طرشونه نبداو نكسروها هكذا بيان. ومن بعد نبداو في الطريقه اللي هي تاع تفوار وخلطه التلواز.